اهلا بحضراتكم مره تانية، ولسه مكملين او بنبتدي معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. هنروح سريعا لمنى دلوقتي، وقبل ما نسالها على الطقس والمرور والحاجات المهمه دي، نسالها على الحاجه الاهم بقى النهارده. في كوره النهارده، ماتش مصر وتونس. بس لا يفتى ومالك في المدينه، انت اعتقد ان انت النهارده قلت تشكيله كيروش نفسه كان قاعد انت وهو امبارح بالليل تشوف هتعملوا ايه. لو عايزين مدير فني جديد مكان كيروش، يعني ممكن استاذن شويه من التلفزيون اروح اشتغل مع كيروش. مش كده برضه؟ وجمانة وزعت اللعيبه وتمام. بس على فكره خلاص حطينا الخطه. الناس فاكره ان الموضوع سهل، والله الموضوع صعب جدا جدا. الراجل يعني اللي بيبقى ماسك منتخب ده الموضوع مش سهل خالص، عشان كده هم قله قليله في العالم يعني المدربين اللي موجودين. بس برضو ما يمنعش ان الواحد بيقول ساعات. انا مش هيبقى عندي توقعات قوي للعيبه النهارده هيبقى بنسمع توقعات كتير، لكن انا متخيله شكل المباراه. خد بالك ان احنا بقالنا كتير قوي، يعني احنا عندنا تاريخ كبير قوي مع دول شمال افريقيا، واحنا كان بيبقى عندنا نوع من انواع الرهبه كده والهيبه. احنا كسرنا الهيبه دي بقالنا فتره، خصوصا بقى ان احنا من اخر مباراه لعبنا احنا ومنتخب نسور قرطاج كانت الوضع مختلف، وكسبانين 3-1 في اخر بطوله، في اخر مباراه ما بينهم 3-2 يمكن لو انا مش متلخبطه في النتيجه. فاعتقد ان الرهبه ما بقتش موجوده، احنا اخر مره كسبانين، ونتعشى من المره دي النهارده كمان نبقى كسبانين ان شاء الله.